المهم البنات بالنسبه الجلابه اللي كتكون عاود ما الجلابه اللي كتكون محلو مسدوده هانتوما الثوب كيشدو الثوب كيطويه في العرض هكا على جوج كما كتشوفوا هكا كنتشدو كنردوا له هاد الزياده هذه من الفوق هكا بحال شتو هذا ما نقطعوا هنا لا حشيره والو كتقطع هذه جلابه مسدوده هذه ماشي اللي درنا الاولى مفتوحه هكا ورا مسكين عذبت معايا زهير والله الا عذبته احنا كاع نستافدوا الناس ماشي الله يخطيك هذه الثوب هنا مقادد ما نحتاجوش عاد نقطعوا كما درنا قبيله شتي سمعتوا البنات مقادد الثوب ديالها مقادد خاص يجينا يعني مقاد لان ما فيهش ديك الترجال اللي في القبيله باش نديروا حيت هذا قطعوا كنا لقيناه مفصلين اخرين فاش عجبني ديك اللون بدا كيقطع حنا كندير واحد 8 سنتيم 8 سنتيم البنات كتعبر الطول ديالك شحال ما كان الطول عندنا متر و55 35 35 نديروا هنايا ها متر 36 داك السنتيم اللي ديال الخياطه السنتيم ديال الخياطه كنحطوا هذه كندخلوا بها على حساب بحال هكا باش نشدوا كما العاده كنجيو لهنا هكا بحال دابا تسير كتعبروا هكا نيشان ها العبر نيشان كطيح بواحد 6 سنتيم هنا 6 سنتيم هكا كنديروا هكا كنطلعوا تقريبا شحال كيطلعوا من هنا باش غيديروا ديك التقريبا هذه 6 سنتيم يعني الا كانت على العبر نيشان كتهبط نيشان بحال دابا مزال هكا كطيح واحد ديال العنق العنق بحال هكا كتاف كنقاد هذا الحشره المقص نديرها انا ناويه غنفصل غير واحد صدق فصلنا جوج كتاف عندنا 32 في العبار ديال 32 البنات هنا كذلك بغيتي ديري نديرو واحد 25 على حساب 25 بغيتيش اللي ما بغاش هذا ديال البنات ديال الكتاف كل واحد شكل اللي كيدير 9 28 كاين اللي كيدير على حساب هذا انت بغيتي يمشي ما يجيش عريض بزاف و 33 الاغلب حنا 33 كنهبطو هنايا شتو هو الطريقه باش كيف كيعبر كيفصل تم تم كنهبطو هنايا المهم غادي تستافدوا منه ان شاء الله غتستافدوا البنات كذلك تما بحال بحال 33 كتدخلي غير هنا واحد شويه واحد كتدخل واحد شويه ودوري غير كدوري مشكي صافي وغادي يهبط دابا هادو البنات غيتخيطوا عادي بالماكينه يطرقوا بالماكينه باش نخدموا بالعقيق هذه الاخرى هذه مبلعه من القدام من هنا هذه مبلعه تعبري هكا واحد 25 سنتيم من هنايا ديال البنات 25 سنتيم الفتحه 25 30 كاين اللي كيبغي يدير على حسب واحد العقد واخا يطلع حتى لهنا على حسب المهم الفتحه كتكون صغيره شويه صح كتولي تقلبي هكا هذه الطريقه تاعتي انتما البنات غادي يحيد ديال الظهر نحطوها هكا شي شويه الحفره ديال الظهر بحال هكا كنوليو نحيدو واحد هكا احيد واحد هذاك يعني ديال الظهر فوق اللي حيدتيه هو واه غيحيد وحده ديال الظهر وباش العنق القدامي فتح له العنق هاد العنق هذا كيكون هنا تقريبا 10 سنتيم لا بدينا من هنا 13 سنتيم من هنا اه واه بغيتي ديريه هكا كتعطيك 15 كتمشي هكا يمشي نساوي يضربوهم بجوج غير اللي كيتقطعوا غير بربعه ولا يجوج وين بربعه مشى كل شيء واه مشاو نساوي يضربوهم بربعه بحال دابا الا بغيتي تفتحها كتفتح لها واحد شويه على حساب القبه لهنا غير شويه تقريبا واحد 4 سنتيم 4 سنتيم باش كيتنقرب القبة ساعات كدير الطاس كنت دير لها السفيفه تفتح لهنايا كنت المهم على حساب حنا انا ما بغيتش ندير السفيفه انا باغي ندير الطبات اه هو يهبط عادي بحال هكا تقلب غير صح شتي البنات راه ساهله يعني الفصاله ديال المخزنيه راه ساهله دابا هو غيدير الكمام يعني نفس الطريقه الكمام اللي درنا في نفس الطريقه هو كيبقاو نفس الطريقه مخالفين هادو غير في الفتحه غير في هادي حيت هادي مسدوده هاد الثوب هذا البنات الثوب كنقولوا له خرشوفي لون خرشوفي خرشوفي لون الخرشف شتو كيما كيكاد المهم انتما كتشوفوا ها هو الرقم ديالو ها هي الخياطه والبيع الجميع ها بلاتي نكملوا عاد
صافي وراه واخد العبار وكيقطع العبار هكا. هذيك العبار اللي درنا قبيله عاود 25 بحال هكا كندير واحد سنتيم ديال 25 هنا كانت عندنا 49 هي 51 بحال هكا كنديروا 20 هنايا 20 سنتيم اللي درتي هذا اللي كيبقى هنا هذا السباس ديال القب ديال القب خاصنا نكونوا كنقطعوا ما نخرجوش ليه حنا المسؤولين باش شويه نحبسوا باش ما ناكلوش من الثوب سمعتوا قال لك هذا الشياطه اللي شاط يعني فاش غتعبروا 20 سنتيم حبسوا ما تدخلوش هنا علاش حيت هذا القب الا مشيتي دخلتوا ضيعتوا القب ديالكم. المهم انا تعطيتكم هذه غير فكره ومن بعد ان شاء الله دخلوا القناه ديالو غادي يشرح لكم كل شيء. هذا القب لا الكم القب شتي هذا هو الشياطه اللي قال هذيك الزياده هذيك اللي كتخرج اللي بقات تسمى هذه من لهنايا ندير واحد 43 ولا 48 بحال هكا كل واحد شحال كيدير لو بغيتي ديريه صغير دير فيها 40 كاع الاغلبيه كندير فيهم 43 هي جمله دابا قب غير دابا غير واحد الديكور كيعطي وصافي يا رجل دابا راه هو بالقب الا جينا نشوفو بالماكينه ولا لا كلشي غنديرو بالماكينه ولكن عاد ديري لهم التنبات نبتهم واه غادي تغطاو ديريكت بحال هكا يتنبلوا عاد كاع ديرو ما ديرولوش ديك الزياده هذا ما يصلحلوش لا ما يصلحش الزياده لا غيتخيطو كلشي بالماكينه صافي الا كان هكاك ديري لهم هكا 24 لا 24 البنات من هنا كتخرج 32 بحال هكا شحال؟ 32 33 طيب ها القب من هنا كيركب القب كيجي هنا شفتو؟ هو هذا القب ها كيفاش كيجي القب كيجينا يعني من الشعب كيجيش فيه داك التكماس ولا شي حاجه ظاهر نيشان على حساب هذا ما يجيش فيه ما يجيش باين حتى الاخر هكا غادي يجي هنا ما كيجيش فيه معيق كبير بزاف شتو البنات هذا هو الفصاله ديالنا ديال الجلابه المخزنيه شكرا لك زهير شي كلمه للمتتبعين زهير سيدي شنو نقول لهم شوف شوف على في الكاميرا مرحبا بهم نعلمهم داكشي اللي بغاو نعلموا لهم يلا شتي الدفاين التكاشه طبعا نوريهم ان شاء الله قنادر بزاف ان شاء الله دابا بالنسبه للقب هذا البنات حيت صحابنا وغادي نحيدوها حيت غير شرحنا لكم على الجلابه اللي غادي تخدم ب بالماكينه الا كنا غديروا بالماكينه كنخليو هاد الودينات ما كانش بالماكينه غادي دير باليد اولا تخيط عاديه كنحيدوها الراندا حتى هي كنحيدوها المهم البنات هذا هو الدرس ديالنا وكنشكر المعلم زهير من هنايا شكرا بزاف زهير سمح لنا خويا على خطيك واللي بغى شي حاجه ها هو نمرتو 06 71 58 52 51 راه معروف بوتيك اهل فاس هو هذا راه عنده الفيسبوك ديالو ها هو كما كتشوفوا ها هو الفيسبوك قفطان زهير صافي شكرا يا زهير على خطيك يلا البنات تهلاو فراسكم.